تم استغلال حالة الطوارئ وتم استغلال الجائحة من أجل مزيد من التضييق. وبالتالي فإنه من خلال التقرير اللي تقدمنا بها للصحفيين اللي كانوا حاضرين اليوم ومن ضمنهم أنتم طبيعة الحال اللي كيبرز أهم الخروقات واللي عرفتها على مستوى التظاهر السلمي، بحيث أنه تمنعت العديد من الاحتجاجات والتظاهرات اللي هي سلمية أو اللي هي كتكون إحياء الأيام الدولية أو كتكون مثلا تضامنا بحال تضامن مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيع، اللي تمنعت في أغلب المدن. وهناك مدن ليكون المنع شبه تام فيها، بحيث أن المغرب مثلا على مستوى الرباط فأصبح المنع ممنهج عادي، أنه مهما كانت بسيطة الوقفات أو التظاهرات اللي هي كتكون سلمية إلا وكتعرض الاحتجاج. كذلك بالنسبة لحرية الرأي والتعبير اللي إلا لاحظتوا وإلا عرفتوا هذه الفترة هذه فعرفت أحكام كبيرة جدا على صحفيين ومدونين، منهم الصحفي سليمان الريسوني، منهم عمر رادي اللي كانت 5 و6 سنوات لأحكام قاسية جدا بناء على تهمة مفبركة ومزورة ومقصود منها إسكات الرأي ديالهم. أيضا نور الدين العواج بناء على اللي تحكم فابتداء في الدار البيضاء بناء على تدوينه في الفيسبوك. هناك أيضا معتقلين آخرين لحد الآن اللي هم في طور ديال المتابعة. هناك الاعتقالات اللي وبعد المتابعات اللي عرفها الأساتذة المتعاقدين اللي اليوم كاينه جلسة ديال أحد المجموعات اللي كانت تقدمت أيضا للمحكمة. هناك أيضا اعتقالات كبيرة ومتابعات كبيرة جدا، ورسميا اللي بلغ العدد ديال المعتقلين على حالة بسبب حالة الطوارئ 1,750,000 معتقل فقط على خلفية ديال حالة الطوارئ، اللي فيها جزء كبير هي فيها شطط في استعمال السلطة وفيها فبركة للتهم وفيها اعتقالات اللي كتكون لا مبرر لها إلا بدعوى اللي ولات صبحت واحد اللازمة هي الإهانة ديال الهيئة منظمة، لأن هذه التهمة وحدها تبيح الاعتقال وتبيح الاستمرار في المتابعة في حالة الاعتقال. إذن هذا بشكل عام. وأيضا الجمعيات عرفت المنع ديالها، من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللي 74 فرع ديالها ممنوعين من وصولة الإذاعة، إضافة إلى الجمعيات الكثيرة اللي شرنا لهم خلال التقرير خلال التصريح الصحفي اللي أيضا عرفت المنع. إذن هذا هو التقرير الأسود، وللأسف أن لا أمل لنا ولا حتى في هذه الحكومة الجديدة، بدليل أن البداية عبرت على الحقيقة ديالها بوزارة ديال التشغيل اللي دمجات في ما نعرف فين، وزارة حقوق الإنسان اللي تحيدت بشكل عام، وبالتالي ندخل عهدا قطعنا فيه مع حقوق الإنسان ونقطع فيه مع الديمقراطية، وبالتالي نقطع فيه مع بلد يؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان.